مساء الخير واهلا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامج في الدهليز. اليومين اللي فاتوا دول ناس كتيره شيرت على السوشيال ميديا مقطع من مسلسل فاتن امل حربي للفنانه ليلي كريم. المسلسل باختصار بيحكي عن مشكله اسريه، والكاتب المسلسل ابراهيم عيسى، وعمل توازن في المسلسل، جاب اسره مسيحيه وجاب اسره مسلمه والاثنين عندهم مشاكل اسريه وبيلمح للطلاق. المشكلة اللي أغضبت الأقباط جميعا وخصوصا الأقباط الأرثوذكس على السوشيال ميديا إنه جاب مقطع، وفي المقطع ده قال حاجات كتيرة. إيه الهدف بقى من وراء هذا المقطع؟ وإبراهيم عيسى عايز يوصل إيه للناس؟ النهاردة هيكون معانا الكاتب الكبير جرجس بشرى عشان يحلل معانا المقطع ده ويقول لنا هدفه إيه إبراهيم عيسى من وراء هذا المشهد. مساء الخير يا أستاذ جرجس. مساء النور أستاذ جرجس. ناس كتير على السوشيال ميديا يعني بعد ما شافوا المشهد ده، وابراهيم عيسى عايز يبني الكنيسه الارثوذكسيه تحديدا. يعني خلي بالك ابراهيم عيسى، احنا عارفين ان هذا المسلسل الازهر الشريف طلع بيانات صارخه ضده، وطبعا هو بيحاول انه يلعب في اساس الاسره، وتحديدا في المقطع ده المشار اليه اللي بتتكلمي عنه بيحاول يهدم اساس الاسره القبطيه الارثوذكسيه. بالظبط، لان الاسره القبطيه الارثوذكسيه الاقباط الارثوذكس في مصر هم اكبر عددا، تعدادهم اكبر من باقي الطوائف، وبالتالي هذه الكنيسه مستهدفه اولا لوطنيتها، ثانيا لتمسكها بإيمانها المستقيم إلى النفس الأخير، وثالثا لأن هناك مجموعة متربصة بها الآن، يعني تواصل التربص بها، وهي مجموعة التيار العلماني القبطي الذين هم أزرع للهراطقة والمحرومين وأعداء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويحاول تمرير مخططات لهدم الأسرة المسيحية ولضرب العقيدة. بصراحة احنا شفنا، لو رجعنا فلاش باك لورا حاجة بسيطة، شفنا الفترة اللي فاتت كان هناك حوارا على قناة الحرة لإبراهيم عيسى ومستضيف التيار العلماني القبطي، ناس من التيار العلماني القبطي، وكان يعني بيتكلم عن الإصلاح وبيقول لك الكنيسة والإصلاح، وهل الكنيسة تحتاج إلى إصلاح ومن يعطل الإصلاح في الكنيسة. طبعا هو بيستقي هذا الكلام من مين؟ من التيار العلماني القبطي. طبعا احنا عارفين التيار العلماني القبطي ده له دورا معروفا في الهجوم على الكنيسة ومسلمات الكنيسة. معلش يا أستاذ جرجس، برضو عشان الناس تكون معنا في الصورة هقول المشهد كده باختصار، يا ريت برضو عشان الناس برضو تعرف هو إبراهيم عيسى عايز ايه بالظبط. بالظبط الناس هتفهم على طول. تمام. لان مش الناس كلها متابعة المسلسل. الحوار يا أستاذ جرجس كان كالتالي، سيدة مسيحية قدام المشهد، يعني انت كده بتوصفي المشهد اللي في مسلسل فاتن أمل حربي، مشهد المحكمة، في قاضي وفي سيدة بتقول انها متضررة من زوجها. تمام، شوف بقى الكلام بقى يا أستاذ، شوف الحوار، يعني هو يا ريت تفرغتي. بتقول له حضرتك انا بقتش قادرة اعيش مع الراجل ده، يعني عشرتي معاه بقت مستحيلة، وزي ما القانون بتاعكم بيقول بالظبط، انا بقى اعمل ايه؟ القاضي قال لها استحلت العشرة فعقدتك من السبب للطلاق. ده هو كده إبراهيم عيسى بيضرب نفسه. بيضرب ايه؟ يعني القاضي بيرد وبيقول لها استحالت العشرة في عقيدتكم مش سبب ليه؟ للطلاق. يعني هو إبراهيم عيسى بيضرب مخططه بنفسه. استنى بس اللي جاي. راحت قالت له الراجل ده، ده الثالث المؤتمر اللي عمله في 2010، وقال الاعداد دي غير صحيحه لانها بتتكرر، في بيبقى نقد وابتدائي واعاده محاكمات وكذا، بياخدوهم كلهم جمله واحده. تمام، يعني ممكن ياخدوا القضيه بتتعاد كذا مره ياخدوها برضو بالعدد يعني معناها متكرره كذا مره، 4 مرات. صح. وبالتالي هو بيحاول يضخم المواضيع، يضخم الموضوع ويقول ان ده كده هتموت نفسها يا جماعه. طيب هو علشان واحده عندها مشكله أسرية، واحدة من ضمن 20 مليون عندها مشكلة أسرية وعايزة تتطلق، هنخالف تعليم الإنجيل وتعاليم الكنيسة علشانها؟
افتحها لها. لا انا من وجهه نظري هو بيضغط على الدوله، هو بيحاول بيضغط على الدوله وبيضغط على الناس. لو ما ادتونيش الطلاق انا هموت نفسي، يعني عامله في كفه. ايوه ايوه يعني لا لا. لو انا ما خدتش الطلاق من المحكمه انا هموت نفسي. ابراهيم عيسى عايز يضرب، دي واحده عندها مشكله اسريه ومش طايقه جوزها، والقضيه نفسها مش يعني مش مفسره. ايوه مش مفهومه. ايوه ومش جايب قضيتها ومش مفسر قضيتها، يعني هي دلوقتي متضايقه من جوزها ليه؟ ايه السبب؟ طب ما ممكن يكون هي اللي غلطانه. صح صح. يعني ايه اللي وصل جوزها ان هي تكون مش طايقاه؟ ولو جدلا هو واحد اللي قدام القاضي، ايه اللي وصل الواحد ده انه يكون مش طايق مراته مثلا؟ يعني ايه الاسباب؟ يعني ايه الاسباب؟ طب ما ممكن تكون اسباب في الاختيار غلط. يعني ممكن يكون روح الله مش في البيت. صح. ممكن يكون روح الله، ممكن يكون دول ناس مش فاهمه روح الانجيل ومش فاهمه ان الزواج سر مقدس. الروح القدس بيكون فيه الزواج، مش ولا ينفك هذا الزواج الا بايه؟ بالزنا وتغيير الدين. بالزنا وتغيير الدين. وبالتالي ابراهيم عيسى بيقول لك استحلت العشره بقى، واحده عندها مشكله تتطلق، ولو ما طلقتنيش هموت نفسي. هموت نفسي. يعني هنا هو كده بيخلق راي عام. ايوه يتعاطف ضد الايه اللي بتقول الايه. أيوة. الانجليه لا طلاق الا ليله الزنا. طيب السؤال هنا، لا طلاق الا ليله الزنا دي موجوده فين؟ في الموعظه على الجبل. او الموعظه على الجبل نضرب لكم الليله بتاع ابراهيم عيسى. ماذا قال ابراهيم عيسى عن العظه على الجبل؟ بنفسه. بنفسه. ايه اللي قاله؟ واي حد يكتب كده على على جوجل او على يوتيوب ابراهيم عيسى والعظه على الجبل، نشوف قال اللي السيد المسيح قال لا طلاق الا لعلة الزنا. قال ايه على الكلام ده؟ نشوف. بيقول روعة وعظمة موعظة الجبل. هو مسميها موعظة الجبل. للسيد المسيح هي واحدة من أعظم ما يمكن أن تسمعه في حياتك. أو تقرأه في حياتك. وهي تعليم وخلاصة كده نبوية. أيوه. إلهية. نبوية إيه؟ إلهية. إلهية. كاشفة لعمق النفس الإنسانية. ممكن. وهادية ومرشدة إلى كيف يمكن أن نحيا ونعيش. بتشدنا إزاي نحيا ونعيش. ونعيش. يعني السيد المسيح بيقول لنا نحيا إزاي ونعيش إزاي، ويهدينا إزاي نحيا ونعيش إزاي صح. تمام. طيب. الإنسانية كلها مسلميها قبل أقباطها، قبل مسيحيها، يتكشفوا نور هذه الموعظة، عظة الجبل اللي هي المدرك الأعلى في الرسالة الإلهية. يخليني أسمع معكم مقطع من هذه الروعة العظيمة المبهرة. وجاب إيه؟ مقطع من العظة. وبيقول الحكمة الخالصة عنها الشافية الصافية اللي على لسان سيدنا المسيح في عظته على الجبل، هتعرف كويس قوي كيف نحن في حاجة ماسة. أيوة. إلى الرحمة. اللي هي مسعى كل الأديان إلى السماحة، لا يمكن بحال من الأحوال إن آجي أطبق عظة الجبل أو موعظة الجبل على ما نحن فيه الآن من واقعنا في حاجة ماسة، وكنحن في حاجة ماسة. أن نستلهم هذه المعاني وهذه التعليم، لأننا أبعد ما نكون عنها الآن مصريين مسلمين ومسيحيين. لا رحمة بيننا، وده مقتلنا. إحنا مش قادرين نستجيب لتعاليم الإلهية في الإسلام والمسيحية ونور هذه الكلمات في العظة على الجبل. هنا إبراهيم عيسى بيعمل إيه؟ بيقول للعالم لازم مسلمين وأقباطه، لازم كلنا نسترشد بالنور الالهي اللي في العظة على الجبل. والعظة على الجبل كان ماذا قالت العظة على الجبل؟ نضرب لك ابراهيم عيسى في هذه النقطة اللي هو عايز في هذا المشهد بتاع المحكمة يوسع حالات الطلاق الا لعلة الزنا، مش يخليه لعلة الزنا بس، يتوسع فيه في ضرب واضح
وهدم واضح لتعليم الكنيسة وتعليم الإنجيل وهدم الأسرة صح. القبطية الأرثوذكسية هدم فعلا. شوفي اللي في العظة على الجبل بيقول الكتاب في صحاح متى 5 بيقول وقيل من طلق امرأته فليعطها كتاب طلاق، أما أنا فأقول لكم إن من طلق امرأته إلا لعلة الزنا يجعلها تزني، ومن يتزوج بمطلقة فإنه يزني. واضحة ده اللي بيقول لازم نعيشها. طب ما دينا بنعيشها. انت عايزنا بنعيشها هو يعني كلامك. انت عايزنا نخرج عليها ليه؟ انت عايزنا نخرج. شوف قال ايه على الموعظة على الجبل وشوف بقى دلوقتي ما هي آية من الإصحاح. برافو عليك. لا يمكن أن نتنازل عن شريعة لا طلاق الا لعله الزنا. نسمعها للناس يا استاذ جس عشان برضو لو كانت عندك. عشان برضو الناس تقتنع بالحته دي يا جماعه، يعني هي بسيطه بس عشان برضو الناس تقتنع بيها. ده البابا توادرس الثاني يا جماعه، شوفوا بيقول ايه. طبعا احنا طبعاً. الطلاق ايوه لا طلاق الا لعله الزنا ايوه، وده نص أيوة. شريعه الانجيل ايوه، ولا تنازل عن هذا الامر. بيقول قداسة البابا في هذا المقطع لا طلاق إلا لعلة الزنا، وده نص شريعة الإنجيل، ولا تنازل عن هذا الأمر. وبالتالي لو هو أخل بهذا الاعتراف الموثق صوتا وصورة، الاعتراف ده سيلاحقه طبعا أمام المجمع المقدس طبعا اللي هو أعلى سلطة في الكنيسة. طيب نيجي لسؤال تاني، المادة الثالثة. المادة الثالثة الدستور من الدستور المصري بتقول ايه؟ في مادة في الدستور المصري، يعني هنا قداسة البابا شنودة الثالث المجمع المقدس في 2010 لما طلعوا البيان الطارئ استندوا إلى القرار بحل ليه المجامع الملية والحاجات اللي زي كده أو المحاكم الملية. هنا بقى المادة الثالثة من الدستور بتقول إيه؟ اتفضل. بتقول مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود أيوة المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قيادتهم الروحية. يعني ما فيش سلطة لحد في ان هو يملي على الكنيسة او تدخل في تتدخل في امور تتعلق بالأحوال الشخصية او تمس العقيدة صح. او صح. تمس اختيار القيادات الدينية صح. قيادات الدينية صح. وده خلي بالك يعني لما جاء المشرع يضح هذا الكلام، احنا عندنا في الدستور المصري المادة التانية بتقول ايه؟ بتقول ان الشريعة الاسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. طبعا لما وضعوا المادة دي برضو المادة دي تستند ايضا للشريعة الاسلامية. خلي بالك عشان الناس تبقى واخده بالها ليه؟ لان القرآن الكريم نفسه بيقول وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. حكموا بما أنزل الله إيه؟ فيما يخص إيه؟ أحوالهم الشخصية. تمام. وقال في قاعدة فقهية شرعية استند عليها قداسة البابا شنودة والمجمع المقدس، يقول ودعهم لما يدينون. أيوة. أنا أفكر لك مفاجأة. تفضل. أيام بقى لما كانوا عايزين الكنيسة تتجوز تاني ويتوسعوا في الطلاق وكذا وكذا والمحكمة الإدارية العليا، مين اللي طلع سند الكنيسة والمتطرفين بيقولوا الكنيسة دولة داخل دولة؟ الأزهر الشريف. طلع فضيلة الدكتور أحمد الطيب. أيوة. ساند الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في إنها تقف ضد قرار المحكمة بإجبار الكنيسة القبطية الأرثوذكسية على تشريع ضد عقيدتها وضد إيمانها. فماذا قال فضيلة شيخ الأزهر؟ الأزهر الشريف وشيوخ الأزهر وقفوا مواقف مشرفة جدا مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لأن هي كنيسة الوطنية ليست كنيسة إرساليات أجنبية ولا لها مخططات ولا لها كذا ولا كذا، هي وقفت مع الدولة. مع الكنيسة. الأزهر الشريف وقف مع الكنيسة في كثير من المواقف، يعني أيام الخديوي عباس حلمي. أيام الخديوي عباس حلمي
كان الخداوي ده اتجنن مرة في دماغه وحب قال لك هنطرد كل الأقباط من مصر. ياه. هنطردهم ونوديهم السودان. مين اللي وقف له؟ الأزهر الشريف. الأزهر الشريف. وقف له وتصدى لهذه المؤامرة. الأزهر الشريف وقف مع البابا شنودة الثالث شيخ الأزهر نفسه في موضوع المحكمة الإدارية العليا بإلزام الكنيسة بالزواج الثاني للمطلقين. قال إيه بقى؟ بيقول لك العنوان ده كان منشور في وكالة أنباء الشرق الأوسط في 11/7/2010. بيقول العنوان شيخ الأزهر دكتور أحمد الطيب موقف اللي بيقول إيه بقى؟ موقف البابا شنودة من الزواج الثاني ايوه صحيح 100%. ياه ياه مع ان قرار المحكمه هو اللي كان مطلعه صحيح 100% لانه ايه عارف احكام الدين ازاي والشريعه الاسلاميه بتقول ايه وده وده. الموقف صحيح مش صحيح بس ما انا ممكن اقول لا صحيح 100% 100% تمام. شوفي بيقول ايه فانا هقرا الخبر للتاريخ. تمام. بيقول لك شيخ الازهر الاقباط لهم مطلق الحريه ايوه في تنظيم امور زواجهم. وردا على سؤال هل توافق البابا شنوده بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية على أن شريعة الإسلام تركت الأقباط أن ينظموا أمور زواجهم طبقا لعقائدهم وعادتهم؟ أيوة. أجاب شيخ الأزهر قائلا نعم أوافقه وأدعمه 100% وحجة البابا شنودة صحيحة تماما. ليست هذه هي المرة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة التي يدعم فيها الأزهر موقف الكنيسة. هنا دعم فضيلة الشيخ الأزهر موقف الكنيسة في التمسك بالإنجيل وتعاليم الإنجيل وشريعة الإنجيل هي شريعة الزوجة الواحدة. كان في عهد البابا بطرس السادس. في عهد البابا بطرس السادس نقرأ إيه اللي حصل والشيوخ عملوا إيه. الشيوخ دي حاجة للتاريخ. البابا بطرس السادس طبعا معروف إنه البطريرك 104 وتناح سنة 1726. وكان في بعض الناس العلمانيين والأغنياء عايزين يخلوا في فوضى علشان يعني بعض نزواتهم وكذا وكذا ويحللوا الطلاق لأكثر من سبب، ولكن هذا البابا العظيم أبطل الطلاق للأسباب متعددة عن السبب الواحد اللي هو إلا العلة إيه؟ الزنا. والتاريخ الكنسي بيقول حدثت مناقشة في أيامه مع علماء المسلمين. إيه اللي حصل؟ المسلمين العلماء الشيوخ عملوا إيه؟ كتبوا فتاوى له، كتبوا له فتاوى يدعموه في موقفه بأنه لا طلاق إلا لعلة الزنا. لعلة الزنا فقط. ياه. دعموه. فكتبوا له الفتاوى بأن هذا هو تعليم ديانته وليس لأحد عليه معارضة، يعني ما حدش يعارضه، وصدر له بذلك فرمان من الوالي وقتها. يعني الشيوخ طلعوا فرمان قالوا دي تعليم الديانة بتاع البابا البطريرك وما حدش يعارضه فيها أنه ما فيش يعني لا زواج إلا لعلة الزنا فقط. أستاذ جرجس، الكاتب إبراهيم عيسى برضو مركز قوي وعمل سبوت على الأقباط الأرثوذكس. طيب الطوائف التانية عندهم الطلاق، عندهم توسيع في الطلاق ولا احنا بس؟ ان جيت للحق هو عايز يعمل احنا بس توسيع للطلاق. هو عايز هنا ابراهيم عيسى ايوه هناك مخطط علماني قذر بمعنى الكلمه. بيحاولوا يمرروه لضرب الاسره القبطيه الارثوذكسيه واحداث حاله من التفكك الاسري. صح. لان هما دلوقتي بيقول لك ايه ده دلوقتي انت كنت عامله حلقه بتكلمي ان ايه يعني لما دلوقتي هو بيقول في حالات طلاق امال لو توسعوا في الطلاق مش هياخد عن وشهم بقى. اي واحد عنده مشكله مع مراته خلاص ولا واحد عندها مشكله مع جوزها هكل واحد يعمل طبقه. احنا عرفنا ان الهدف هو ضرب استقرار الاسره صح القبطيه الارثوذكسيه واستهداف الكنيسه القبطيه الارثوذكسيه مستغلين في الفترة دي زي أيام البابا مكاريوس. قبل البابا مكاريوس لما تنيح البطريرك اللي كان قبله كان هناك ضعفا في الكنيسة انفرد العلمانيون بالكنيسة
مرروا لائحة 38. ودلوقتي البابا بيسمع لي؟ دلوقتي البابا معاهم. هم البابا معاهم. أيوة. البابا معاهم عن إحنا جبنا له حاجات هو بيعترف بها بنفسه إنه لا تنازل عن نص شريعة الإنجيل لا طلاق إلا لعلة الزنا. صح صح صح، مفروض ما يغيرش رأيه. طبعا ما يقدرش أصلا، هو لو غير رأيه سيقع تحت العقوبة الكنسية على طول. تمام. والقيادة السياسية واعية لمخطط ضرب استقرار الأسرة المصرية بشكل عام سواء إسلامية أو مسيحية عن طريق محاولة تمرير قوانين جديدة للأحوال الشخصية ضد الثوابت الدينية وضد القوانين والتشريعات. طب لو هم لو راحوا الطائفة التانية عندهم برضو طلاق؟ هنشوف. أنا ما أنا بقولك هو دلوقتي عايز يوجههم هناك. المشكلة لو راح هناك لو راح هناك ما هو كره خلاص هنا. هيروح هناك هيلاقي نفس الموضوع. أيوة. بس هو راح خلاص. راح. طيب ماذا قالت الكنيسة الكاثوليكية؟ الكنيسة الكاثوليكية متشددة جدا جدا هي في موضوع الطلاق. لا ده مش زوج، ده زوجة. ده الكتاب بيقول لا طلاق إلا لعلة الزنا. ده بتقول لك لا ده انت ما تطلقش اصلا الزنا ولا الغير زنا كمان. يا مفيش. ده متشدد عن كلام. مفيش طلاق خالص عندهم نهائي. في حاجة اسمها انفصال. في حاجة اسمها انفصال، ينفصل كلمة جسدية. طلاق لا، لكن طلاق لا، لأن الكتاب في ملاخي بيقول لأنه يكره الطلاق. يكره الطلاق. صح الطلاق. صح. وربنا سمح بالطلاق إلى لعلة الزنا لأجل غلاظة قلوبهم، أعطاهم كتاب طلاق. وكان الطلاق برضو إلى لعلة الزنا برضو مش لحاجة تانية، والخيانة والكلام ده. وبالتالي الطلاق بيكون لحالتين، هما علة الزنا أو تغيير الدين أو تغيير الدين أو تغيير الملة أو تغيير الملة. طبعا الزنا اللي هي الخيانة الزوجية والحاجات دي. طيب هل ماذا قالت الكنيسة البروتستانتية؟ أيوة ده هنا بقى مربط الفرس. اتفضل. دستور الكنيسة الإنجيلية. أيوة. والزواج في الكنيسة. مادة 36. ماشي. 36. في العائلة، يعني الحاجات الخاصة بالعائلة. ماشي. بيقول لك ايه؟ نؤمن بأن العائلة هي وحدة الهيئة الاجتماعية. وهي أساس لخير البشر. وإن الزواج مرتب من الله، فهو نظام يتضمن تعاقدا دينيا ومدنيا، وإن شريعة الزواج التي تقضي بالتزوج واحدة في وقت واحد. وتحدد درجات القرابة بالدم أو بالمصاهرة الممنوع التزوج منها، وتوجب دوام ارتباط الزوجين مدى الحياة. ياه. هي مقررة في كلمة الله التي لا يحق للحكومة أن تسن قانونا يخالفها. يعني ما يحقش للحكومة نفسها اللي هي السلطة تسن قانون يخالف الزوجة الواحدة. الزوجة الواحدة. يعني هو الاستاذ جرجس الطوايف الثلاثة هم حاطط لي بقى عينه على الارثوذكس تحديدا. برافو. نكمل. هو بقى ابراهيم عيسى عايز يعمل ايه يا جماعه؟ نكمل. نكمل. ان تسن قانونا يخالفها، وان العائله المسيحيه الحقيقيه مؤسسه على الفكر الالهي الاسمى عن الزواج، ومقدسه بالروح القدس، وقيمه على الديانه العائليه. وانه من واجبات الوالدين ان يكرسوا اولادهم له ويهذبوهم أدبيا وروحيا لتكون أخلاقهم. نؤمن بأنه لا يجوز الاستخفاف. أيوة. بأمر الطلاق. لأن قانون الزواج هو ارتباط رجل واحد بامرأة واحدة لمدى الحياة. أهو لمدى إيه؟ الحياة. يعني لو راح حتى طائفة تانية مش هتجوزك تاني، مفيش طلاق. لا ولا مفيش مدى الحياة. شريعة الزوجة الواحدة الواحدة. وإنه حينما يكون الطلاق جائزا فلا يتم إلا على يد سلطة مدنية مختصة. وإنه لا يجوز زواج المطلقين في حال حياة كل من الطرفين إلا متى كان الطلاق لسبب الزنا. ياه. لسبب الزنا. يعني لو في طلاق كده ولا كده مش هيتجوز تاني. ده دستور مين؟ خلصت. دستور مين؟ الكنيسة البروتستانتية.
صح. كنيسة مين؟ دي مفاجآت. دي مفاجآت. أنا أعتقد في ناس كتيرة مش عارفة الموضوع طبعًا. ده. وحتى في هذه الحالة لا يباح ذلك إلا للطرف البريء وحده. مش هياخد وتلك طبعا. ده بيقول لك ايه؟ حتى لو لو اباحنا الزواج لعلة الزنا مش الطرفين طبعا، مش هندي الطرفين، ده هندي الطرف المخطئ، مش هندي لكن هندي البريء. ما ده كلام مقنع، وده استنادا الى مين؟ طيب استاذ جرجس، في الحوار او في المشهد اللي عمله ابراهيم عيسى في المسلسل، لفت ودارت الست المسيحيه مع القاضي، وبعدين القاضي قال لها مفيش حل ليكي غير لائحه 38. عوده اللائحه. لو عايز تطلقي طبعا لازم نعرف. هو خلي بالك ابراهيم عيسى هنا بيضرب قنبله، في يعني قنبله بيولع الدنيا. متخيل بقى ان ايه؟ خلاص يا بنتي احنا هنحل لك موضوعك بلائحه 38. هنا ابراهيم عيسى وضع كلاما في المسلسل على لسان القاضي بالرجوع للائحة 38 اللي توسعت في حالة الطلاق. وده ودي اللائحة دي زي ما قلنا وقف ضدها البابا مكاريوس الثالث، وقف ضدها البابا كيرولوس السادس والبابا شنودة السادس، وموضوع لا طلاق لعلة الزنا، كل بابوات الكنيسة وقفوا مع هذا الموضوع، انه اصروا انه لا طلاق الا لعله الزنا. وبالتالي ابراهيم عيسى عايز يوسع حالات الطلاق ويهدم الاسره القبطيه الارثوذكسيه ويحدث حاله فوضى، وبيتكلم على لسان القاضي وهو بشكل مستتر بيحاول ينفذ اجنده العلمانيين، لان اللي وضع لائحه 38 مش الكنيسة. وزي ما قلنا ان الكنيسة هي المعنية بوضع تشريعاتها. تمام. طب يا استاذ جرجس، في ناس على السوشيال ميديا بتقول لك ايه؟ البابا توادروس كان موافق على لائحة 38، ترد عليهم تقول لهم ايه؟ في ناس بيقولوا كده، لا البابا توادروس حتى لو ادعى البعض انه موافق، وحتى لو اظهر البابا توادروس الايام دي انه موافق على لائحة 38 بعد ما طيار الألماني اكتذبه واستقطبه إليه وهو بيدعمه وفتح له الكنائس دلوقتي والأديرة، إلا إن هناك وثيقة تاريخية باعترافه هو. أيوة. عندي. ترد على إبراهيم عيسى، وترد على المشهد بتاع المسلسل، وترد على قداسة البابا، وهو حوار عمله قداسة البابا مع جريدة نداء الوطن. تمام. مع الزميل المحترم الكاتب الصحفي الأستاذ صفوت يوسف رئيس تحرير نداء الوطن. تمام. كان عامل معه حوار بعد ما وصل للكرسي المرقصي، وسأله بقى البابا، كان لسه بقى الطيار الألماني لم يكن قد يعني اختطف الكنيسة، كان ما اختطفوش للدرجة يعني. ولكن سأله أسئلة عجيبة في موضوع الزواج والطلاق. قال له، قال البابا تدروس لائحة 38 كيف ترى قداستك أزمة الطلاق وتصريح الزواج الثاني؟ أيوة. بيسأله. قال له في هذه القضية ينبغي أن نفرق بين الطلاق والتطليق حسب نص الكتاب المقدس، لا طلاق إلا لعلة الزنا. تمام. ولا تعطي الكنيسة للطرف المخطئ تصريح بالزواج لأنه لم يكن أمينا في الزيجة، فلا تأتمن الكنيسة على زيجة أخرى. ويمنح للطرف البريء تصريح للزواج مرة أخرى، بينما التطليق إذا كان الأساس الذي بني عليه الزواج حدث فيه كذبة أو تضليل من طرف لطرف آخر، وكانت تكذب فتاة بشأن بكوريتها، أو رجل يخفي أمراض وعيوب تمنعه من الزواج، وفي هذه الحالة يسمى تطليق في الكنيسة. ويحتاج من يأخذ تطليق أن يتخذ الخطوة التالية بالحصول على طلاق من المحكمة، ثم تسمح، يبقى في الأول ياخد طلاق من المحكمة، يبقى المحكمة الأول، ومين اللي تسمح له بالزواج؟ الكنيسة. سأله، قال له كيف ستتعامل قداستكم مع أقباط 38؟ أيوة. قال له إيه بقى؟ ومطالبهم بعودة العمل بلائحة 38 التي تسمح لهم بالطلاق في 9 حالات. ياه.
شوفوا توسيع الطلاق. ضربوا طبعا تم ضرب آية لا طلاق لا يتزنى ولا تسع حالات. وسعوا زي ما قلت لك اللائحة دي توسعت لأن الألمانيين وضعوها. البابا رد على اللائحة دي قال ايه؟ قال قلبي وعقلي مفتوح للجميع لمناقشة كافة المشكلات، ولكن اسمعوا يا جماعة واو، ولكن لائحة 38 وضعت بفكر علماني وليس بفكر كتابي. ومن كتبوها وسعوا في أسباب الطلاق بدون أسانيد كتابية وضعها المجلس الملي ولم يضعها المجمع المقدس المنوط به إصدار التشريعات. كده بيرد عليه وبيقول له راحت الرعية هدف أصيل نسعى إليه، ولكن حينما يكون هناك نص كتابي يقول لا طلاق إلا لعلة الزنا لا أملك ولا يملك غيري مخالفته. ياه جاب الخلاصة. خلي بالكم يعني هو لو خالف كمان بعد كده دارش. لا ده بيقول لا أنا لا أنا ولا غيري ولا غيري يملك لأن ده نص إنجيل. خلي بالك هو لما الطيار العلماني القبطي اختطفوا نوعا ما طلع وقال لك إيه؟ لا يا جماعة دي مش آية، ده مقولة لبابا شنودة. مع أن أنت جبت فيديو دلوقتي بيقول نص من شريعة الإنجيل وفي الحوار بيقول نص من الإنجيل كتابي. البابا شنودة قال إيه بقى؟ على لائحة 38؟ على لائحة 38. أيام بصراحة أيام حكم المحكمة الإدارية العليا البابا شنودة عمل اجتماع لكل وسائل الإعلام في الكاتدرائية، كل وسائل الإعلام العالمية في مصر والقنوات الفضائية وجابهم كلهم. ومن ضمن الأسئلة اللي سألوها هقول لكم أنا هنا، وقال له ما رأي حضرتك في الرأي الذي يقول إن الحكم لو حكم المحكمة الإدارية العليا بالزام الكنيسة بالزوج الثاني المطلقين، إن الحكم مستند للائحة 38 التي وضعها المجلس الملي وليس به تحيز ضد الأقباط. شوف البابا قال ايه، قرلنا بقى البابا قال ايه. قال ايه استاذ جرجس؟ جواب قداسة البابا شنودة الثالث يعتبر اقوى رد على ابراهيم عيسى اللي هو بيطالب بعودة لائحة 38. برافو عليك. تعال نشوف بقى البابا شنودة قال ايه. هتكتشفوا يا جماعة مفاجأة. قال اللائحة اللي وضعها المجلس الملي سنة 1938 وضعها اعضاء المجلس الملي وكانوا مجموعة من البشوات والبكوات الذين لا يعرفون عن امر الدين شيئا. ولذلك قوبلت بمعارضة كبيرة جدا من الكنيسة، ولم يكن اجتماع المجلس الملي تحت رئاسة البابا. وفي عهد البابا مكاريوس الثالث 1944 اجتمع المجمع المقدس وأصدر المجمع قرارا بأنه لا طلاق إلا لعلة الزنا حسب تعاليم الإنجيل. وبعد ذلك أيضا في عهد البابا كيرلس قبل مني مباشرة عقد لجنة للأحوال الشخصية حكمت بأنه لا طلاق إلا لعلة الزنا، لأن لائحة 38 كانت قد وضعت أسباب هاجت الكنيسة عليها، وهذا الكلام غير صحيح، ولأن هذه اللائحة أصدرها المجلس الملي العام، انعقد المجلس الملي العام منذ سنتين وصحح هذه الأوضاع تماما وقال إنه لا طلاق إلا لعلة الزنا. وأيضا انعقد مجمع مقدس سنة 1979 وحكم أيضا بأنه لا طلاق إلا لعلة الزنا. وفي قوانين المحاكم التي قرأت لكم بعضها تقول إنه المعروف على المسيحيين إنه لا طلاق إلا لعلة الزنا. وفوق كل هذا الإنجيل، لأن شريعتنا ليست لائحة 1938 ولكن شريعتنا هي الإنجيل، وأيضا قوانين الكنيسة المبنية على الإنجيل حيث يقول لا طلاق إلا لعلة الزنا. شوفوا أكد كم مرة يا أستاذ جرجس. وليست في أسباب أخرى. وأيضا لائحة 38 وقفت ضدها المحكمة الدستورية العليا فقالت ضد المادة 139 منها وأيضا ضد المادة 72 منها، وهي مواد خاصة بالحضانة ومن هو الحاضن وما سن الطفل الحضين، هجمتها الدستورية العليا. فطبعا لا تمثل الشريعة ثم الحكم الذي غير بموجبه المجلس الملي الأخطاء الموجودة في لائحة 38 نشروه أيضا في الوقائع المصرية الدولة وفي الجريدة المصرية الرئيسية، فإذ هم كانوا يعلمون بهذا الأمر. الإعلان الذي أعلناه في المجمع المقدس يعبر عن رفضنا للحكم بإلزام الكنيسة، لأنه كيف يمكن أن تلتزم الكنيسة بشيء ضد ضميرها وضد اعتقادها؟ هذا غير جائز. كيف أقول لأحد الأباء الكهنة احكم ضد ضميرك وضد الكتاب المقدس؟ لا أستطيع.
كده ايه؟ لا يستطيع. ضربنا لمين؟ اه اتضربت ليلة ابراهيم عيسى. اه يعني اتضرب المخطط بتاعه ابراهيم عيسى. يعني هو معروف يعني، يعني ده هو لما جه من فترة كده استضاف علمانيين منهم انصار هرطقة ضد الكنيسة، والكنيسة حرمهم يعني، حرمت يعني الناس تبعهم، وجاب واحد بيدعم زواج مثليين على انه هو اللي بيتكلم عن الاصلاح في الكنيسه. ده كلام يعني، هم دول بقى اللي جايين يصلحوا، هم دول اللي هيصلحوا لنا. ايوه المفروض ابراهيم عيسى يكون واعيا والكلام ده ما ياكلش على اقباط، صح، ولا ياكل على الكنيسه، صح، ولا ياكل على الدوله الوطنيه المصريه، ولا ياكل على الازهر، ولا ياكل على اي حد. كل مساعي ابراهيم عيسى ومخططاته، المخطط ده يعني احنا عرفنا الأثر طلع بيان. احنا هنا بنقول ان اللي بيسعى ليه ابراهيم عيسى مخطط دنيء لهدم الأسرة القبطية الأرثوذكسية.